السلام عليكم شبابنا الأعزاء، طلابنا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. شبابنا، اليوم محاضرتنا عن جهاز سبكتروفوتوميتر، جهاز الامتصاص. خلينا نعرف شنو هذا الجهاز وكيفية عمل هذا الجهاز. المحاضرة يلقيها مدرس مساعد أمير فاضل الطعمة. شبابنا، السبكتروفوتوميتر is a method to measure how much a chemical substance absorbs light by measuring the intensity of light as beam of light pass through the sample solution. يعني هنا كمية، هي طريقة نقيس كمية الضوء الممتص من خلال المواد الكيميائية، السوائل الكيميائية، بواسطة شنو؟ قياس، من خلال شنو؟ قياس شدة الضوء الموجود بهاي العينة، تمام، اللي يمر من خلال هاي العينة. نقيس كمية الضوء من خلال قياس شدة الضوء اللي يمر من الموجود بهاي العينة، تمام. The basic principle is that each compound absorb or transmit light over certain range of هنا اساسها شنو هو؟ هنا شنو قصده؟ انه الضوء اللي راح يمر او يمتص من خلال هاي راح يمر ب فد رينج معين من الويف لينث، زين، الطول الموجي. خلينا نشوف شنو معناته هذا الشيء. This measurement can also be used to measure the amount of non chemical substance. هنا راح شنو ايضا يستعمل لقياس كمية، اوكي، الكيميكال سبستانس اللي هي يسموها الكيميكال سبستانس. سبكتروفوتوميتر is one of the most useful method of quantitative analysis in various fields such as chemistry, physics, biochemistry, material and chemical engineering and clinical application. هنا أنا من خلال ما سبق انه عرفنا انه راح يقيس الكميه، فاذا هو قياس كمي وليس نوعي، كوانتيتيف وليس كواليتيتيف، اوكي. فالسبكتروفوتوميتر هو كوانتيتيف اناليسيس، قياس يقيس الناحيه من خلال الكمي وليس النوعي، تمام، ويستعمل في عده مجالات اللي هو الكيمياء والفيزياء والكيمياء الحياتيه و الكيميكال انجينيرينج، الهندسة الكيميائية، واستعمالات طبية، تمام. هنا specific wavelength of light are chosen for each analysis based on the properties of substance being measured. هنا الطول الموجي الخاص اللي راح يعطينا هذا اللايت، يعني راح نختار او يختار الجهاز الطول الموجي اعتمادا على خصائص المواد، اوكي، لان احنا الجهاز راح نخلي بيه شنو، نطي الطول الموجي للماده، فهمتوني شباب؟ مثلا عندنا ماده الفلانيه اللي نقيس اليوم توتال كوليسترول، فناخذ نسوي الميكسينج ونخليه بالسبكترو، راح نشوف الليفلت مال الكيت، نشوف انه هو يقاس بطول موجي مثلا 540 320 مثلا، زين، او عفوا 600، فهمتوني؟ فراح ندخل هذا الطول الموجي، فالجهاز راح يقيس هذا الطول الموجي، يقيس الامتصاص اعتمادا على الطول الموجي الخاص بالعينه، فهمتوني شباب؟ فيعني لكل عينه نخليها لها طول موجي، احنا راح ندخلها بالجهاز اعتمادا على مثلا مثل ما قلت لكم اعتمادا على طول الموجي الخاص بالعينه. A typical light source lamp generate broad range wavelength light. يعني هاي الاكو لايت راح يعطينا يودلنا فد معدل واسع من الطول الموجي، زين. A visible lamp produce light wavelength from 400 nanometer اللي هو violet light to 700 nanometer red light. يعني الطول الموجي خاص من 400 الى 700 نانو متر. هاي الصورة راح توضح لنا احنا
عندنا هنا الكوزميك راي والجاما رايز والاكس راي واليو في فيزيبل والفيزيبل لايت والاي ار والمايكروويف والتي في راديو الكتريك باور. احنا راح نقيس بمن؟ بالفيزيبل لايت، اوكي، اللي هو من 400 الى 700 الويف لينث بالنانومتر. اوكي، كومبوننت اوف سبكترو، هسه محتويات الجهاز، شنو هي محتويات الجهاز؟ The basic structure of spectrophotometer consists of هنا شنو يحتوي؟ اكو light source اللي هو الضوء، مصدر الضوء، والكوليميتر، المونوكروميتر، الويف لينث سيلكتر، الكيوفيت فور سامبل سوليوشن، الفوتو الكتريك ديتكتر، اند ديجيتال ديسبلاي اور ميتر، يعني القياس. احنا هسه راح نشوفها من خلال هذا الصوره. شبابنا هنا عندنا لايت سورس اللي هو راح يعطينا الضوء، اوكي، الكوليميتر هي العدسه اللي راح تاخذ الضوء وتسقطه على المونوكروميتر المنشور. المنشور شنو وظيفته؟ ياخذ يجمع كل الضوء المسلط، اوكي، ويبعث المن للويف ليث الويف لينث سيلكتر. زين، الويف لينث سيلكتر هنا اللي هو عرفنا من 400 الى 700، انا ايش دخلت بالجهاز؟ دخلت مثلا 550، الويف لينث سيلكتر راح يعطيني 550 بالطول الموجي، 550 وين يودي؟ على على الكيوفيت هاي اللي هي السيلز، زين، اللي بيها شنو هي السامبل مالتنا، هذا السامبل، تمام شباب. هنا راح يصير امتصاص وينبعث يطير هنا بالديتكتر اللي هو هذا الديتكتر، راح ياخذ يقيس لنا، راح ياخذ الامتصاصيه وتطلع لنا النتيجه بالميتر اللي هو العدسه. ف هنا يا شباب خلينا نرجع، هذا الضوء راح يبعث الضوء الى الكوليميتر اللينس العدسه، راح تجيب هاي اللينس تعطينا الضوء الساقط، المن يروح راح المنشور راح يجمع هذا الضوء الساقط. فشباب هنا يعني هاي العدسه هي راح شنو بس فقط تعكس الضوء توديه للمنشور، اوكي، المنشور هنا راح يشكو اشعه معكوسه من اللينس راح يجمعها ويبعثها المن للويف لينث سيلكتر. زين، هنا الويف لينث سيلكتر راح احنا حددنا مثلا 550، اوكي، هذا ال 550 راح شو يسوي؟ الويف لينث سيلكتر راح يعطينا يابا الجهاز الثاني يريد 550، راح يعطينا 550 المن الكيوبيت هي السامبل او السيلز الموجوده العينه، راح يسوي لنا امتصاص. فراح وين؟ للسامبل، هذا الضوء طالع مين؟ من الويف لينث سيلكتر على حسب طول الموجه 550 مثلا احنا قلنا. فهنا الكيوبيت اكو بها احنا نقول يعني بها سامبل اللي هو السوليوشن اللي نريد نقيس امتصاصيته. هنا الجزيئات الموجودة بالسامبل راح تمتص الضوء والباقي راح يطلع مال الويف لينث. هنا راح شنو الديتكتر ياخذه ويقيس لنا ايش قد هاي المادة امتصت هاي الجزيئات. نعيدها مرة أخيرة، نجيب اللايت سورس، ليش من مثلا هنا سؤال ليش ما نختار أي ضوء؟ لأن هنا اللايت سورس هذا اللايت بأطوال موجية أكثر من الضوء العادي، تمام. اجي على اللينس، اللينس راح تعكس لنا الضوء يروح وين؟ للمنشور اللي هو المونوكروميتر. المونوكروميتر راح جمع شكو ضوء معكوس من اللينس العدسة اللي هو الكوليميتر، فيودي وين؟ يعكسه للويف لينث سيلكتر، تمام. الويف لينث سيلكتر احنا عرفنا ايش قد نطي طول موجي، راح يطي على اساسه حسب الطول الموجي اللي يريدها حسب العينه، اوكي، طول موجي العينه. هنا اجى الضوء سلطنا الضوء على العينه، العينه هنا بيها جزيئات راح تمتص الضوء والباقي يطلع، الديتكتر راح يقيس امتصاصيه ايش قد امتصت العينه من ضوء وراح يعطينا النتيجه بالميتر.
A spectrophotometer is in general consists two device اكو تو بي يحتوي على جهازين spectrometer والفوتوميتر. اوكي okay. spectrometer is a device that produce typical dispress and measure light. اوكي okay. فهنا السبكتروميتر هو جهاز راح ينتج لنا وراح يعني ينتج يعني يقيس اللايت المبعوث. الفوتوميتر راح هو يقيس شدة الضوء. اوكي هناك ينتج يعني يقيس ميجر لايت يقيس الضوء وهنا يقيس شدة الضوء. زين هذه الصورة للجهاز وهذا الجهاز هو قديم تقريبا يعني مو حديث. هسه احنا هذا فيما يتعلق بالسبكتروفوتوميتر وضحناه بصورة مبسطة لكم شبابنا الأعزاء. محاضرة ليست بالصعبة واهم شيء هو نعرف شنو هو الويف لينث. ويف لينث وهو كوانتيتيف اناليسيس محتويات الجهاز وطريقة عمل الجهاز وشنو مكوناته. هسه نجي الى قانون بير لامبرت لو. قانون لامبرت بير شنو هذا القانون؟ خلينا نشوف شنو هو. That there is a linear relationship between absorbance and concentration of sample. هذا راح يقيس لنا العلاقة ما بين الامتصاصية اللي صارت بالسبكتروفوتوميتر وتركيز العينة. اوكي يعني ايش قد امتصت العينة وايش قد تركيز العينة. زين بيرز لامبرت لو اونلي كان اونلي بي ابلايد وين ذيرز لينير ريليشنشيب بير. يعني هو شنو القانون مالته؟ الابزوربنس اي شو يسوي لنا اي بي سي شنو يدني هذا؟ الاي كابيتال هي الميجر اوف ابزوربنس قياس الامتصاصيه. الاي هو ابزوربشن كوفيشنت. هنا مثل ما عرفنا شباب اللي هي الاي كابيتال measurement measures of absorbance يعني هنا راح يقيس لنا امتصاصية قياس يعني القياس الامتصاصية اللي قسناها بالسبكتروفوتوميتر. الاي سمول هي absorption coefficient هي موجودة يعني هاي معلومة للعينة. اوكي لكل عينة لها absorption coefficient. البي سيل لينث يعني هاي الكيوبيت اللي راح نخلي بيها العينة. زين اما واحد او اثنين هي يعني هاي معروفة واحد او اثنين حسب السؤال. والسي هو الكونستريشن مات العينة. زين هنا يا شباب العلاقة طردية كل ما تزداد الامتصاصية راح تزداد التركيز. كل ما يزداد التركيز تزداد الامتصاصية. اوكي the positive relation between يعني هنا العلاقة الإيجابية ما بين concentration absorption when increase concentration increase absorbance يعني كل ما يزداد التركيز راح تزداد الامتصاصية. كل ما يزداد تركيز العينة راح يزداد امتصاصية العينة. هذا فيما يتعلق في السبكتروفوتوميتر. أتمنى أن أكون وفقت بإيصال المعلومة لحضراتكم طلابنا الأعزاء. شكرا جزيلا لكم و في أمان الله.